مرحبا يا أصدقاء، فيديو جديد نختم به آخر شهور عام 2020، العام اللي رح نذكره لسنوات طويلة إن أحيانا الله. مثل كل شهر رح يكون الفيديو مقسم لجزئين، الجزء الأول رح نبدأ فيه بالمسلسلات وبعدها بالأفلام، وما بدنا نوصيكم عن اللايك والشير، واكتبوا لنا تعليق حكوا لنا فيه عن أبرز الأعمال اللي ناطرينها بشهر ديسمبر كانون الأول. مستعدين؟ يلا نبلش. شهر ديسمبر يا جماعة مثل كل سنة ما بيكون فيه كمية مسلسلات كبيرة، لكن بيكون فيه أفلام أكتر. وأول مسلسلات ديسمبر رح يكون مسلسل سيل تيم اللي رح يعرض موسمه الرابع يوم 2 ديسمبر على شبكة سي بي اس. يوم 4 ديسمبر مسلسل بيك ماوث رح يعرض موسمه الرابع على منصة نتفليكس. وبنفس اليوم نتفليكس بتعرض مسلسل سيلينا ذا سيريس، مسلسل عن حياة الفنانة المكسيكية الأمريكية الشهيرة سيلينا، طريقة نحو الشهرة والتضحيات اللي قدمتها هي وعائلتها. حياة الفنانة سبق وأن تم تصويرها بفيلم عام 1997 كان من بطولة الفنانة جينيفر لوبيز. وبنفس اليوم شبكة سي بي اس تعرض الموسم الثالث لمسلسل ماجنوم بي آي. أما منصة هولو راح تعرض المسلسل الجديد ذا هاردي بويز، مسلسل مقتبس من كتب للمراهقين وتم اقتباسها بأعمال عديدة بالخمسينيات والستينيات والسبعينيات. المهم مسلسلنا اللي رح ينعرض على هولو بيحكي عن الأخين فرانك وجو هاردي اللي بينتقلوا لمسقط رأس أهلهم ببلدة بريتشبورت بعد ما صارت حادثة مأساوية إلهم بالمدينة. وخلال إقامتهم بالبلدة بيكتشفوا سر أو أسرار غامضة بتقودهم لاكتشاف ما حدث معهم. ويوم 6 ديسمبر شبكة شو تايم تعرض الموسم 11 والأخير من مسلسل شيمليس. وبنفس اليوم كمان شبكة شو تايم تعرض من المسلسل القصير يور اونر من بطولة نجم مسلسل بريكنج باد براين كرانستون. بيحكي عن قاضي لامع على اعتاب ترقية كبيرة، حادثة بتسبب فيها ابنه بتقلب حياته بتخلي القاضي يتورط مع عائلة اجرامية كبيرة. وبنفس اليوم شبكة اتش بي او ماكس تعرض حلقتين خاصتين من مسلسل اوفوريا. اما يوم 7 ديسمبر موعدين بعرض الموسم الرابع والاخير من مسلسل انمي الرائع اتاك اون تايتن او هجوم العمالقة. بصراحة الحماس ألف، وإذا كنتوا مثلي حالا اضغطوا لايك. يوم 8 ديسمبر مسلسل مستر إجلاسيس بيعرض موسمه الثالث على نتفليكس. ويوم 10 ديسمبر منصة نتفليكس بتعرض المسلسل الياباني أليس إن بورتلاند، مسلسل بيحكي عن مجموعة من الأصدقاء العاطلين عن العمل. أثناء تسكعهم بالطرقات بيلاقوا نفسهم ضمن مدينة طوكيو ولكن قد خلت من سكانها، بيكتشفوا أنهم بداخل لعبة عليهم القتال فيها من أجل النجاة. ويوم 13 ديسمبر بيعرض الموسم الثاني من مسلسل بيني وورث على شبكة إيبكس. ويوم 14 ديسمبر الموسم الأول لمسلسل تيني بريتي ثينجز بيعرض على نتفليكس عن مدرسة باليه للنخبة، بتتعرض أبرز طالباتهم لحادثة على أثرها بيتم استدعاء طالب جديدة لتنضم للمدرسة، ولكن الطالبة بتكتشف أنه عالم المدرسة مليء بالتنافس والخيانة والأكاذيب. ويوم 16 ديسمبر الموسم الخامس لمسلسل ذا إكسبانس بينعرض على منصة أمازون برايم. ويوم 17 ديسمبر بينعرض مسلسل ذا ستاند على شبكة سي بي اس، مسلسل مقتبس من رواية للكاتب الشهير ستيفن كينج، سبق أن سووا منه مسلسل عام 1994. أنتم ملاحظين أنه معظم الأعمال صايرة إما ريميك لأعمال سبق أن عرضت أو حتى لو كانت مقتبسة من كتب أو روايات، لكن برجعوا بسووها بإنتاج جديد، جفاف تام بالأفكار. المهم المسلسل بيحكي عن العالم بعد ما قضت الإنفلونزا على 99% من سكان الأرض، ومصير البشر المتبقيين بصير معلق بالأم أباجيل اللي عمرها 108 سنوات، لكن عدا عن خطر الانفلونزا في خطر تاني متمثل برجل غامض اسمه راندل فلاك. المسلسل من بطولة نخبة من النجوم مثل امبر هيرت، جيمس مارسدين، ووبي جولدبرغ، الكسندر سكارسكارد، كاثرين ماكنامارا، نات وولف. وبنيجي ليوم 25 ديسمبر المسلسل البريطاني بريجرتون رح يعرض على نتفليكس، المسلسل اللي بيحكي عن لندن والمجتمع الارستقراطي وصراع العائلات لإظهار نفوذهم وترفهم، بعكس عائلة بريجرتون العائلة الإنجليزية بأفرادها الثمانية المتكاتفين بعكس باقي العائلات. وأخيرا بنودع العام مع الموسم الرابع والأخير أو فينا نقول الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل Chilling Adventures of Sabrina اللي رح يعرض على نتفليكس يوم 31 ديسمبر كانون الأول. وهيك يا أصدقاء انتهينا من المسلسلات. قبل ما نبلش بالأفلام، إذا كنت ما سويت لايك شو مستني؟ انزل حالا وسوي لايك. وبنيجي على الأفلام، وبناء على طلبكم رح نحاول ما نتعمق كتير بالقصة إنما فقط رؤوس أقلام. وهالشهر في كمية أفلام كبيرة، وبداية بيوم 4 ديسمبر مع فيلم منصة ديزني بلاس God Mothered،
فيلم بطولة إسلا فيشر عن عرابة خيالية غير موهوبة تحاول مساعدة طفل صغير، وبنفس اليوم فيلم Love Weddings and Other Disasters راح يتوفر بالمتاجر الإلكترونية. فيلم كوميدي رومانسي عن مجموعة من الأشخاص اللي بيعملوا بإعداد حفلات الزفاف، لكن علاقاتهم غريبة ومجنونة. وبنفس اليوم نتفليكس تعرض الفيلم المرتقب مانك من إخراج مبدأ ديفيد فينشر، سيناريو والده جاك فينشر، بطولة جاري أولدمان، أماندا سيفريد، ليلي كولينز، عن قصة السيناريست هيرمان جي مانكيفيتش ورحلته لكتابة سيناريو الفيلم الكلاسيكي الشهير سيتيزن كين اللي انعرض عام 1941. وبنفس اليوم منصة أمازون برايم توفر فيلم ساوند اوف ميتال من بطولة ريز أحمد عن عازف طبوله وحياته اللي بتبدأ بالانهيار مع بدء فقدانه للسمع. وكمان بنفس اليوم فيلم واندر بتوفر بالمتاجر الإلكترونية. الفيلم بيحكي عن محقق غير مستقر عقليا بيتم تعيينه ببلدة واندر للتحقيق بقضية وفاة مشبوهة، لكن هالقضية بتخليه مقتنع انه إلها علاقة بقضية وفاة بنته. ويوم 9 ديسمبر فيلم الإيطالي روز أيزلاند بتوفر على نتفليكس عن مهندس بيقرر بناء جزيرة قبالة السواحل الإيطالية، بيعلن أنه سكان هالجزيرة هم شعب مستقل، هالشي اللي بيخلي الحكومة الإيطالية تعتبرهم أعداء. ويوم 10 ديسمبر فيلم Let Them All Talk بينعرض على HBO Max، الفيلم من إخراج الأوسكار ستيفن سودربيرغ وبطولة ميري ستريب، عن كاتبة مشهورة بتقرر تروح رحلة مع أصدقائها وابن أختها من أجل الترفيه عن أنفسهم ومحاولتها للتصالح مع ماضيها. أما يوم 11 ديسمبر 7 أفلام رح تتوفر على المنصات والمتاجر الإلكترونية، بداية مع فيلم I Am Your Woman اللي رح يتوفر على منصة أمازون برايم. فيلم من بطولة المبدع ريتشل بروسنان المعروفة بشخصية ميسيز ميزل، بتدور أحداثه بالسبعينيات عن امرأة بتحاول الهروب مع طفلها بعد ما قام زوجها بخيانة شركائه. والفيلم الثاني هو فيلم The Prom اللي رح يتوفر على منصة نتفليكس، الفيلم من إخراج رايان مورفي وبطولة مجموعة من النجوم على رأسهم ميريل ستريب، نيكول كيدمان، كيغان مايكل كي، عن مجموعة من نجوم المسرح اللي بتوجهوا إلى بلدة صغيرة لدعم فتاة بدها تصطحب صديقتها إلى حفل موسيقي. وثالث فيلم هو فيلم السافت اللي رح يتوفر على منصة ديزني بلس، فيلم مقتبس من قصة حقيقية عن لاعب كرة القدم الأمريكية اللي بيقوم بتربية أخوه الصغير بالسر بالحرم الجامعي لجامعة كليمسون بعد ما صارت حياته بالمنزل غير مستقرة أبدا. أما الفيلم الرابع هو فيلم اي بي مان كونغ فو ماستر رح يتوفر بالمتاجر الإلكترونية، وهو الجزء الخامس من السلسلة القتالية الشهيرة اي بي مان. والفيلم الخامس هو فيلم سونج بيرد اللي رح يتوفر بالمتاجر الإلكترونية، بتدور أحداثه بعام 2024 بعد انتشار واسع وشديد لفيروس كوفيد 19، شاب بيحاول يتخطى ظروف الإغلاق التام للقاء حبيبته. الفيلم متفائل جدا على فكرة. والفيلم السادس هو فيلم ذا ستاندينج رح يتوفر بالمتاجر الإلكترونية، الفيلم من بطولة النجم دريو باريمور عن ممثلة كوميدية ناجحة بتواجه عدة مواقف عصيبة تضطر للتعامل مع نتائج تصرفاتها وقراراتها. والفيلم السابع هو فيلم وايلد ماونتين ذيم اللي رح يتوفر بالمتاجر الإلكترونية، فيلم من بطولة إيميلي بلانت وجيمي دورنان وجون هام عن اثنين من العشاق بإيرلندا حياتهم البسيطة بتتعقد بعد دخولهم بخلاف عائلي لبيع قطعة أرض. يوم 18 ديسمبر فيلم مارينيز بلاك بوتوم رح يتوفر على نتفليكس، فيلم من بطولة الراحل شادويك بوزمان وفيولا ديفيس، بتدور أحداث الفيلم بشيكاغو عام 1927 بعد تصاعد الخلاف بين مغني ماريني وعازف بوق شاب وإدارة استوديو التسجيلات بشأن التوجهات العامة للفرقة. أما يوم 23 ديسمبر فيلم The Midnight Sky رح يتوفر على منصة نتفليكس، فيلم من إخراجه وبطولة جورج كلوني بشارك البطولة فيليستي جونز، بتدور الأحداث بالمستقبل القريب بعد نهاية العالم، عالم بيعيش بالقطب الشمالي بيحاول تنبيه مركبة موجودة بالفضاء من عدم عودتها للأرض بسبب وقوع كارثة عالمية. يوم 25 ديسمبر فيلم استوديوهات بيكسار سول رح يتوفر على منصة ديزني بلس، الفيلم بيحكي عن موسيقي بيفقد شغفه بالموسيقى، بتخرج روحه من جسده وتنتقل لعالم تاني، بيحاول العودة لجسده بمساعدة روح طفل صغير. وبنفس اليوم فيلم سيلفي يتوفر على منصة أمازون برايم عن فتاة تعمل متجر للتسجيلات بيملكه والدها، توقع بغرام عازف سكسفون طموح. واخر فيلم هو فيلم وندر وومن 1984 اللي رح يتوفر على منصة HBO Max، الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم وندر وومن، قصة جديدة من عالم افلام DC. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بنحب ننوه تنويه هام، بعض المسلسلات ممكن لسه ما تم الاعلان عن موعدها للحظة اعداد هذا الفيديو، عشان تضلوا على اطلاع بمواعيد العرض شوفوا الرابط الموجود بصندوق الوصف او تابعونا على حسابنا بتويتر. اكيد لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتزوروا حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. بنشوفكم الاسبوع القادم بإذن الله. سلام.